احنا اصدقاء من زمان. غادة عادل غازية بفرصة سعيدة في الرياض. دكتور اشرف عامل لنا حالة غريبة. زعيم عصابة يعني. هعمل عرض في إطار كوميدي استعراضي غنائي، والأول مرة بقى احنا هنا أو على الأقل في تجاربي أنا بقدم المولد الشعبي والفلكلور المصري والطنورة بقى والحاجات اللي بتبقى موجودة في الموالد وكده. وهي هي أجواء مسرحية فرصة سعيدة في موسم الرياض اللي بيخرجها أشرف زكي من بطولة غادة عادل، شريف سلامة ومحمد عبد الرحمن وغيرهم كثير. وأكيد غريب علينا نشوفه مع غادة عادل بالكواليس كمخرج ومش كممثل إلى جانبها. احنا أصدقاء من زمان، بس ده أول مرة هنتقابل كمخرج وهي كممثل كبطلة. هي طبعا فنانة جميلة وفنانة رائعة ونجمة كبيرة، بسيطة جدا 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 ومتواضعة جدا جدا، وتتقبل الملاحظات والتوجيهات بهدوء وبترحاب، بالعكس يعني كأنها تلميذة في المدرسة. وكان واضح على المسرح قدي غادة مرتاحة ومبسوطة وهي بتقدم دور غازية وبترقص. دكتور أشرف عامل لنا حالة غريبة، بيتعامل معنا كأننا بجد ولاده. كلت شربت نمت، عندنا ناقصك حاجة، بروفتك تمام، اللبس تمام، حاسين كده ان احنا جايين نعمل حاجة، فرحانين. عارف لما تبقى انت في بيت دافي كده، في دفء كده، احنا ده اللي حاسينه، وكل الناس لذيذة وكل الناس حابة تدي بعض كل حاجة. والحب والدفى بتحسه من والدها بالعمل محمد رضوان اللي بيخبركم القصة كلها. مخرج سينما كبير بيتخانق مع النجمة بتاعته في اول يوم في الفيلم، بيقرر يجيب نجمة تانية، بيروح منطقة شعبية بيقام فيها مولد واجواء شعبية فظيعة، في غازية بترقص اسمها سمرة. وهالمخرج بيقدم دوره شريف سلامة، وبيكون عنده مساعد بيقدم دوره محمد عبد الرحمن اللي شكله لطيف ما بيعكس دوره أبدا. كواليس المسرحيه بقى، بص احنا بنشتغل والله العظيم بنبقى كل همنا ان احنا الناس اللي هتيجي تتفرج تبقى مبسوطه. المفروض ان انا هبقى زعيم عصابه، يعني تشوفني في الاول راجل طيب وبعدين بقى بتكتشف انها زعيم العصابه. وهالاجواء الشيقه بالقصه هتخلينا نشوف شخصيات جديده خلال الاحداث، مثل منير رضوان ومعتزه اللي بتزور السعوديه لاول مره. طبعا انا في حاله انبهار بالمملكه اولا ثم موسم الرياض. انا لسه ما تجولتش في البوليفار، بس طبعا متابعه موسم الرياض من قبل ما أشترك فيه. إيفنت نفسه حاجة رائعة رائعة رائعة، وده اللي احنا فعلا محتاجينه. شيء جميل جدا وممتع ان انت تشتغل مع نجوم انت بتحبهم وعمل انت بتحبه، قيم فنية عالية جدا، لان احنا بنعمل عمل هادف كوميدي مفوش لفظ جارح خارج مفوش اي حاجة.